قبل ما تشاهد الفيديو المرجو الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس. جا سكران بحال هكا دويش مع مدويش شمعه كيقول شي تي غنقط لك اليوم وغنعلق لك راسك في القنطره انتي امك غنقط لك صافي. قلت لي سير نعال الشيطان وهادي سير شي الغدا قال لي دابا تخرجي معايا نقلبوا على الكره. من نهار الخميس هو محيه عاودي نقلبوا على الكره مع 4 الصباح. قلت لي لا ما نمشيش معاك دابا حتى مقرقب سير حتى الصباح هاي فوتك الفاني داكشي وعامشي معاك. قال لك يقول لي دابا فاش ما بغيتش جبتي القرعه لماما داوين مع الجيران صافي نعلو الشيطان جبتي القرعه ضربتها لماما على راسها. فاش قلت لي قتلتي ماما تبعت وكنجري شدني من شعري خشى لي القرعه في عيني ودورها صافي. فاش حيدت لي المراه حيدت لي القرعه وداك الشيء بغات تحيدها لي وعاود خشى لي في راسي. عندي وليد عنده 7 سنين دايما ضاربين دايما 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 هو سكران دايما محيا عليا دايما الشوه دايره لي في الزنقه. ديجا كان جاب لي اخواتات وهرسوا لي الباب وداك الشيء وهرسوا ماما الشراجم وسمحت لي في السيناف قال لي صافي نخرج نكري لك وداك الشيء. قلت لي صافي. خطره اخرى عاوتاني هانتي ضاربني هنا الوجه هانتي هاهي وخاشي لي كاس في عنقي. هادشي كنتي كتصرفي عليه شي دواء؟ لا هادي كانت داني لدارهم هادي فاش كان ضربني داني لدارهم قال لي صافي انا غنجمع راسي وداك الشيء صافي. قلت بلا ما نوصل معاه المخزن كان ديجا عندي معاه شكايات راه كيهرس لينا دارنا وداكشي دايما عندي شي ست شكايات انا وياه صافي. فاش كيبقى يطلب فيا وديك يقول لي انا غنجمع راسي وداكشي صافي كندير على وجه ولدي وكنحشم. كنطلبها من دكتور تشازي يشوف من حالي ويدير لي شي عمليه ولا شي حاجه راه فضل لي الله عيني كان عايش بدالي من هاد البلاصه ديال هاد العين مشرقه شي هادي انا نوريك بحال هاد العين هو راه مشرقها لي بالقرعه. طلب من حقي بغيت انا حقي يبان لي وداك الشيء. انا هاد السيد ما بقاش معاه لا 10 لا والو عندي الشكايات عندي كل شيء معاه. حاول شادي هو اصلا عنده عقده كاع لحموم قدو شمر رجليه كرشو عنقو وجهه كل شيء ضاربه. علاش ضربك ما كانش في الحاله الطبيعيه ديالو؟ كان مقرقب وهاز مع الفانيد كيقول لي انا حالف شان قلت لك ونحايد لك عنقك. شنو السبب اللي كيخليه هدك بحال هكا؟ ما فهمتش هذا الشيء بحال كيحرشوا عليا وكيتمي جاي ليا انا دائما. ودابا كيقول لهم انا راه حصلت مرشي فاش حصلني انا عندي شهود عندي كل شيء حصلني كما قال لي وكيل الملك جيب قال لي الجوندارم وسد على هذيك الساعه. فاش ما لقى ما يدير صافي عرف راسو راه عندي الشهود وداك الشيء شديتي راسك ضربت شي كرشك من هنا وكتقول لهم راه نسيبتي اللي ضربتني بكراته. وانا كيقول لهم ماشي هي اللي ضربتها هي اللي خشات القرعه في عيني. دائما كي ساحي كي سكران نكون غاده في الزنقه شي خبطني بكروشي دائما ما ديري له حتى شي حاجه. انا المدرسه ديال ولدي راه مدخله على الجمعيه ديال التوحد 21 يوم ما ديتوش المدرسه كيقول لي ما ديش مالوش يخرج ليا. وكيل الملك كيردني من نص ديال الطريق وكيعيطوا لي الجمعيه وداك الشيء جيبي ولدك يقرا. عيطوا لي مؤخرا الحفله ديال هاد العطله ما ديشوش ليها. كنطلب من دكتور تشازي يشوف من حالي انا ما عنديش انا الخدامه عليا امي في حمام هزاني انا ولدي ودواه وكل شيء. ما تنساوش تابوناو في اليوتيوب وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم جديد ناتا نيوز.